العلم السعودي قدمناه اليوم. كل مباراة طبعا لها ظروفها. مباراة الكويت كانت مباراة افتتاح، ممكن الحماس كان أكبر أنك تقدم أول فوز. طبعا لازم أول مباراة في البطولة تحقق 3 نقاط، وحققنا. جينا مباراة الإمارات برضو كنا طمعين ب3 نقاط، لكن زي ما انت شايف ما كان عرفنا الحظ اليوم، طلعنا بنقطة، نقطة حلوة. نقول هارد لك؟ الحمد لله، نقول نقطة أحسن من لا شيء. ليش تعادل المنتخب؟ مجريات المباراة هي اللي كانت كذا، كان ودنا حصل 3 نقاط قدام منتخب كبير زي الإمارات، الله ما كتب لنا. المنتخب السعودي بدأ قوي أمام الكويت وصار نزول، وش هذا نتيجة طبيعي؟ لا، تغيير اليوم، تغير اسلوب المنتخب عكس المباراة السابقة، لعب على قوة المنتخب الإماراتي، هذا جانب. الجانب الثاني الإصابات العضلية الكثيرة، حتى في من يشارك على بشكل أساسي كان عندهم إصابات. حلو. يعني تحاملوا على أنفسهم بشكل كبير الفترة قصيرة، وهذه مباريات مجموعة، دائما مباريات المجموعة يصير فيها تفاوت بين أول مباراة وثاني مباراة وآخر مباراة. بشكل عام أعتقد أن التعادل كان مرضي للفريقين، عطفنا على أداء الفريقين. التعادل المباراة ما كانت جميلة لهالدرجة، ما كان فيها أداء عالي غير سوى في الشوط الثاني اللي تحسن فيه إنه ما له أداء وزاد الحماس في الشوط الثاني. حلو. شو اللي ما خلاها جميل؟ يمكن التخوف من المباراة الثانية، هي مباراة الصعود كانت أي فريق منهم كان، لكن هاي اللي تخلي الفريقين لازالوا في البطولة حتى المباراة الأخيرة. الحمد لله على هالنتيجة، أهم شيء ما خسرنا، لكن طبعا مش راضين على الأداء ولا النتيجة، لكن عندنا مباراة قادمة ونحاول ندارك الوضع. Fatto una partita, una buona partita, è stata una partita equilibrata. أعتقد المباراة كانت متساوية بين المنتخبين. لا، المنتخب السعودي، المنتخب الإماراتي في الشوط الأول كان أفضل، الإماراتي كان أفضل، ولكن في الشوط الثاني كان المنتخب السعودي تفوق من ناحية الأداء. شو المعطيات اللي ما خلتك تفوز اليوم؟ No, non siamo riusciti a liberare gli attaccanti e metterli nelle condizioni di fare gol. صحيح أن المنتخب الإماراتي ما كان فعال في الهجوم، ولكن المنتخب الإماراتي كان منظم من الناحية الدفاعية في وسط الملعب، ولكن ما كانت فعالية في الهجوم. أبو سلطان.